حاج تنفخي نفختي لقلبي حاج. طيب مو لازم نعمل شيء؟ هي صلاه من امبارح بالمخفى. تخيل بابا هلا شلون حالته؟ كل شو تعبان نعسان بده حمام. كرسي كرسي. وليه؟ حكيت مع الرفيق ابو كفاح ووعدني انه يتصرف. بدي انطر ليدق التليفون لاعرف شو بدي اعمل. يا رب. يمكن اجوا امي. فوت لجوا فوت. يخرب بيت قلبك، شو عمل فيك؟ ربطك بالتخت؟ تقبر قلبي. الحمد لله على سلامتك يا عيوني. ضايقوك؟ عملوا لك شيء؟ لا لا نايمه هي. صباح الخير. شو وين كنتوا؟ سيران بالربوه. اخي انا رح خبر منظمه هيومن رايتس واتش، اوعك تخاف. ما في داعي نخبر حدا، امي قالوا لي استاذ. استاذ شو؟ الحيواني. دللي ماما دللي. تبهدلنا بهدلة من وراء إنجازاته بالمخفر. الله لا يورجيكي. أنت رجال ما بنخاف عليك. ابني حبيبي مو متعود على الشنطة والبهدلة. طبعا 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 معك حق. أنا وعيلتي متعودين على البهدلة. حميتوا الحمام؟ حمام؟ يا قطع عمرك ما أغلصك. هلا بخلص المي. أوش جسمي أكلني أكل. شو هاد؟ بابا أنت بتعرف منيح إنه فيك توثق فيني وتعتمد علي مو؟ والله بابا احيانا ايه، بس احيانا بحس الخازوق اللي بدي تخوزقه رح يكون على يدي. وهلا على حسب. في داعي يخبر زملائي بمنظمه الدفاع عن حقوق الشباب مشان يزن بخصوص اي انتهاك؟ ليش لا بابا، بالعكس. ويا ريت تساليهم اذا عندهم لقاحات للفهم، بكون ممنونه. ماما حدا يفهمني شو عم بيصير؟ ما في داعي ماما، لانه نفس الشيء. شو صار معكم؟ كيف طالعوكم؟ لك والله صدفة. صدفة ولا كنا رحنا فيها؟ يا لطيف. عيد الشر عن قلبكم. احكي لي شو صار؟ اجا ابو كفاح يسلم لعينه، صار يحكي للمحقق انه هذا جهاد ابو همي رفيق حزبي وله مواقف، مستحيل انه يقوم باي فعل تخريبي لا هو ولا عيلته. ايه. بعدين استدعونا انا ويزن وصاروا يحققوا معه. يا قبر قلبي. شو قال له؟ ما بعرف، حكى كثير. صرعوا للمحقق، فوتوا بزاروا بيطلعوا بزاروا. لا وبالاخير صار يشرح له عن نيوتن ولافوازي. مين هدول؟ لك شو بدك فيهم؟ المهم بالاخر المحقق فعلا طلع ابن حلال. كتب بالمحضر عبس بالاملاك والمرافق العامه. عبس؟ عبس يا رندا، عبس. انا جهاد ابو همي باخر حياتي نام بالمغفر بتهمة عبس بالمرافق الوطنية. من ورا مين؟ من ورا هالخلفة المخلفة. حبيبي شو صار بمحطة الكهرباء يلي قال عنها أبو نضال؟ مو قالوا تهمين فيها ابنك يزن؟ ده جيبي لي سيرته بنوم. طلع واحد أخو أخته يخرب بيت قلبه، ناقشني تقرير 10 صفحات بس لأنه قلعته وبهدلته. الله يصلحك أنت التاني، داري شوي مو أحسن ما تتبهدل. لا ستي بدي أتبهدل، أنا روح قلبي البهدلة ولا بتنازل لواحد متسلق مثل هاد. أعطيني البيجامة بدي نام. يلا. ايه حبيبي نام مرتاح، انا بدي احط وجبة غسيل اواعي الاولاد كلياتها بالغسالة.